أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، تشرفنا الحقيقة في هذا اليوم بزيارة من أخواننا العيادات الشاملة في قوى الأمن بمنطقة حائل، على أساس تفعيل برنامج صحتكم أمننا، واللي كان بإشراف العيادات الطبية الشاملة، وكان الحقيقة فيه العديد من النقاشات فيما يخص الاحترازات وكذلك الأمراض المزمنة. ويعني بفضل الله كان في تعاون جدا ممتاز بين الدفاع المدني وكذلك بين العيادات الشاملة وكذلك الشؤون الصحية في منطقة حائل. فالتعاون الحقيقة كان مثمر، والاحترازات الموجودة طبعا داخل مواقع الدفاع المدني أو حتى خارجها متابعة بشكل دقيق فيما يخص جائحة كورونا. فنحمد الله ونشكره أن الأعداد منخفضة جدا فيما يخص قطاع الدفاع المدني، وصاحب المعالي متابع هذا الموضوع بشكل يومي. ولا أنسى الحقيقة أشكر جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل يحفظه الله ونائبه على متابعتهم واستمرار وقفتهم بالمنطقة لمتابعة هذه الجائحة في كافة القطاعات الأمنية وكذلك القطاعات الخدمية الأخرى.